انزل له خد صورة مش مشكلة. متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء العاجل. احنا الان بالضبط في الولفة. في هذه اللحظات غادي الطب الشرعي غادي ينقذ واحد السيدة اللي توفات، الاسباب مازال ما معروفاش. هادشي بالضبط في الولفة، يعني السيدة عندها هنايا واحد الشقة كانت فشي بلاصة، غير دخلت لدارها وماتت. يعني لحد السبب فالأسباب ديال الوفاة مازال ما معروفاش. هاد اللحظة فاش غادي يتم التنقيل ديال السيدة لامور، السيدة فمازال ما عرفوش السبب ديال الوفاة. فالجيران هما اللي عيطوا على السلطات. هادشي وقع في الولفة. فالناس اللي شافوا السيدة كيقولوا باللي عليها اثار ديال الضرب.
بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا واش جريمه ديال القتل، ف حضرت كانوا هنا الشرطه العلميه فداروا التقرير ديالهم، ودابا كاين الطب الشرعي اللي غادي يحمل الجثه ديال السيده. ف يعني كاينه جريمه ديال القتل، والناس اللي هضرنا معاهم وشافوا السكينه، فالناس اللي بلغوا على الحديث فكيقولوا على ان السيده فيها الاشعار ديال الضرب في الوجه ديالها وفي كتافها، يعني فيها اشعار ديال الضرب بزاف. احنا في الولفة، بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا فينا بلاصه في الولفة، بالناس اللي كيقولوا انا بلاصه في الولفه في الازهر، الازهر ديال الولفه. بالنسبه للاخت اللي كتقول واش لقاوها مقشوله في الزنقه، فهي حتى دخلت لدارهم عاد باش ماشيش، يعني حتى دخلت لدارها عاد باش ماشيش. قبل كانت تاها شي سيد معاها للسبيطار، فبعد ما جابها للدار توفات. السيده فكيقولوا ان عليها اثر ديال الضرب، يعني من ناحية الوجه ديالها ومن كتافها يديها، فكاين الزروكي ديال الضرب. اذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في هذا البث المباشر من الدار البيضاء بالضبط في الولفة، اللي هنايا الحدث اللي كاين هو انه واحد السيده لقاوها في الشقه ديالها ميشه بعد ما كاين عليها اثار ديال الضرب. الشرطه العلميه فجات خدات التقرير ديالها، كذلك مركز ديال الطب الشرعي فغادي يحمل الجثه لمركز الوفيات. اذا كان ان شاء الله شيء جديد فغادي نوفيكم به متابعينا الكرام. الى اللقاء.